لأن هؤلاء يضرون إيمان المجتمع، يعملون أعمالا تظن العامة بأنهم يعلمون الغيب، وخصوصا إذا كانوا يتظاهرون بمظهر رجال الدين كما يقولون أصحاب السجادات. يقول شيخ السجادة يستقبل القبلة فيجلس على السجادة ويتظاهر بمظهر رجال الدين كما يقولون، ثم يقع في هذه الأمور في دعوى الغيب، وعامة الناس تنظر إلى هذا المظهر، وربما يصلي أحيانا أو يدعي أنه يصلي في مكة والمدينة وهو جالس في مكان نائم في إفريقيا وآسيا، وربما يملأ الإبريق ويوضع بجانبه إذا دخل الوقت ولا يرى إنه يتوضأ، لكنه يتوضأ سرا والماء لا ينقص في الإبريق، ثم يسافر فيصلي في مكة والمدينة فيرجع حالا والناس لا يشاهدون. هكذا يتلاعب مشايخ القرب بالعوام، والناس تصدق، وربما يظن بعضهم إنها أخبار كالتمثيلية، لا، واقعة، أخبار واقعة بالفعل، هكذا يفعلون إلى يوم الناس هذا في بعض الأذكار النائية عن التوحيد والعقيدة السليمة. وإنما يكثرون عادة حين يضعف التوحيد، وحيث تضعف العقيدة، وحيث يكثر الجهل يكثرون هناك. وعلى طلاب العلم أن ينبهوا المجتمع على خطورة هؤلاء على عقائد الناس، ذلك الذين يكتبون الطلاسم والأباجيب، أرسم يسمونه خاتم سليمان، يكتبون في ورقة بيضاء ويلفون ويربطون بالخيوط، وربما جلدوا كالكتاب وعلقوا في أعناق الناس، في أعناق الأطفال والنساء وأشباه النساء من ضعفة الرجال إيمانا، فتعتمد الناس على هذه التمائم والأباجيب وخاتم سليمان لتحفظهم من عيون الناس ومن السحر ومن تسلط الأعداء. كل ذلك من أعمال الشياطين وأولياء الشياطين، يجب التنبيه على ذلك من طلاب العلم.